سليمان بخلي، دكتور جزائري وحافظ لكتاب الله تعالى، يحبه المواطن الجزائري لطيبة قلبه، يعتبر نابغة وأستاذ مخضرم، عرف بحصة خاتم سليمان وأبدع في برنامج زدني علما، كما كان قد خرج للتلفزيون ببرنامج فرسان القرآن، كل هذا قبل أن يرشح نفسه للرئاسيات. يوم الرابع من أكتوبر سيخرج هذا الشخص للعلن، في حال ما إذا لم يصله منكم رد فعل رافض، ليعلن عن ترشحه كشخص بعد أن أعلن عن ترشحه كحزب. أنا لاحظت أن الشعب الجزائري، لاحظت أن المجتمع الجزائري قد تفكك، وأن قلوب الجزائريين قد تحجرت، فقلت علينا أن نرمم قلوب الجزائريين. أعلن انطلاق قناته تحت عنوان البديل، شعارها نحو إعلام بديل، وهذا ليستفيد المشاهد الجزائري والعربي من تجربته في الإعلام، إذ يعتبر إعلامي قدير. مشاهدينا الكرام مساء الخير، هذا حقيقة لقاء خاص، لقاء خاص لأننا لم نهيئ له أصلا، لم نكن أصلا جاهزين لتنظيم هذا اللقاء. زارنا فجأة الممثل القدير الأستاذ صالح أقروت إلى مقر القناة، ولم نكن قد هيئنا بعد هذا البلاتو الذي تتابعوننا من خلاله، لكن تواضع الأستاذ صالح الذي لا يعرف عمي صالح لا يعرف بساطته وعفويته وتلقائيته وتواضعه. أستاذ صالح أقروت مرحبا بك. الله يبارك فيك أخويا سليمان، وشكرك كثير على هذا العرض. بالأمس يعزي بحرقة، وها هو اليوم يخرج أحد المقربين منه وأعز أصدقائه للإعلان عند وفاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا إليكم بحسرة بالغة وبألم بالغ، الأخ الصديق العزيز الأستاذ علي فضيل المدير العام لمجمع الشروق. علي فضيل وفته المنية هذا الصباح. علي فضيل هذا الرجل الذي فتح لنا كل الأبواب، الشروق، في الشروق صنع لي جناحين كي أطير بهما، في الشروق فتح لي باب بيته، الشروق فتح لي هذه القناة يوم سدت في وجهي كل الأبواب. علي فضيل وجدته في كل الأبواب، فتح لي باب قلبه قبل أن يفتح لي باب الشروق. علي فضيل رحمك الله وغفر لك، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صديقي وأخي سليمان بخليل في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وداعا يا من كانت تحبك والدتي وكنت أعتبرك قدوتي، وداعا يا رجل.